أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. نهار اليوم تستمر الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة باستثناء المنطقة الشمالية حيث تكون درجة الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، مع أحوال جوية غير مستقرة في بعض المناطق خاصة المنطقة الشمالية الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى والمرتفعات الجنوبية الغربية. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال نهار اليوم تسود أجواء حارة مع 43 درجة مئوية ملموسة 39، الرطوبة منخفضة أما الرياح تكون معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم نبدأها من المنطقة الشمالية. تبوك طقس صافي 34 إلى 24 درجة مئوية، سكاكا 34 إلى 25، وعرعر 33 إلى 24 درجة مئوية. نذهب غربا نحو المدينة المنورة 41 إلى 29 درجة مئوية، جدة تفرق لبعض الغيوم 34 إلى 30 درجة مئوية، مكة المكرمة 42 إلى 30، والطائف زخات رعدية من الأمطار 32 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية تبقى تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، تكون فرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار في أبها 29 إلى 20، الباحة 28 إلى 21، وجازان 39 إلى 31 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الدمام طقس حار 43 إلى 30، حفر الباطن زخات من الأمطار 41 إلى 28، والإحساء 47 إلى 31 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 43 إلى 28 درجة مئوية، بريدة أتربة مثارة 42 إلى 26 درجة مئوية، أما حائل 35 إلى 23 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، إلى اللقاء.